أهلا بكم. تسود العراق حالة من الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية الشاملة منذ العام 2003 بفعل الغزو الأمريكي له، والصراع المتواصل من قبل شركاء العملية السياسية وميليشياتهم على الحكم ومغانمه، وعجز النظام الجديد عن تأسيس دولة مؤسسات حقيقية وفاعلة وراسخة. الفوضى العارمة في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي الظروف والعوامل التي ساعدت على بروز هذه الفوضى العارمة والشاملة وتضخمها وديمومتها؟ وهل الفوضى الحالية في العراق فوضى مبرمجة أم إنها نتيجة عرضية متوقعة للتحول السياسي الكبير الذي جرى في العام 2003؟ وهل هذه الفوضى العارمة والمستمرة منذ عقد ونصف العقد عصية على الإنهاء؟ وما هي مخاطر استمرار هذه الفوضى المتدحرجة على العراق دولة وشعبا وهوية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، قحطان الخفاجي. بعد أكثر من 15 سنة على الغزو الأمريكي للعراق، ما زالت الفوضى الشاملة تضرب أطنابها في كل مفاصل البلد. مشهد عراقي فوضوي ومنحط على الصعود كافة في تجسيد عملي لفكرة الفوضى الخلاقة الأمريكية. فقد ساهمت سياساتها في إدارة الصراع السياسي بدعم أي حركة أو حزب ناشئ بعد الغزو مهما كان توجهه، الأمر الذي أدى إلى ظهور عشرات من التكتلات السياسية دون أن يكون لها برامج تشخص الواقع العراقي الحرج وتتعامل معه. ومع تفكك الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، أصبح الجو الأمني مناسباً لظهور السلاح غير المسؤول. عشرات الميليشيات بصناعة إيرانية أصبح لها اليد الضاربة في عمق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فعلى الصعيد الأمني، مكنت الفوضى الميليشيات من تسلم الملف الأمني، اعتقالات وأحكام عرفية للمدنيين نابعة من دوافع طائفية فضلاً عن دوافع التسلط والاستئثار بالسلطة وإسكات أفواه الغاضبين من نهب ثروات البلاد وإبقائهم تحت وطأة الفقر. وعلى الصعيد المجتمعي، أصبحت الجريمة المنظمة جزءاً لا يتجزأ من يوميات المحافظات العراقية، فكثرت حالات السطو والسرقة، وظهرت دون رادع عصابات تتاجر بالبشر والمخدرات المدمرة للقيم المجتمعية. أما في الاقتصاد، ففي كل عام تعلن الحكومة عن أرقام خيالية من أموال الموازنات، وفي كل عام أيضاً تعلن أرقام خيالية من الأموال المنهوبة والصفقات المشبوهة، بينما معدلات الفقر والبطالة والجهل والأمية ماضية في الازدياد. وكل ذلك غيظ من فيض سيول الفوضى والخراب التي تغمر العراق ما بعد غزو شهد عليه الرقيب في الجيش الأمريكي تود بايتون بقوله: أوهمونا أن الناس في العراق يستنجدون بنا، لكن الحقيقة أنهم استنجدوا بالرب منا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في الفوضى العارمة والشاملة في العراق. ضيوف طاولة: دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. وسيكون معنا من بغداد عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا مع دكتور رافع، دكتور، في العراق الآن فوضى شاملة وعارمة ومزمنة عمرها 15 سنة الآن منذ عام 2003 إلى اليوم. هذه الفوضى العارمة والشاملة مصنوعة صناعة فوضى أم هي نتيجة عرضية متوقعة وطبيعية لغزو كبير، لتحول سياسي كبير، وما رافق من تحديات وصعوبات في الداخل والخارج أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أستاذ ماجد، عندما يحصل عدوان، غزو، احتلال مثل ما الذي يعني مثل الذي تعرض له للعراق، لابد من حالة من الفوضى. لكن عندما تبدأ الدولة الغازية، الدولة التي احتلت العراق، أمريكا تبدأ بحل كل مؤسسات الدولة، بحل الدولة العراقية بالشكل الذي حصل في العراق منذ عام 2003 وبالسرعة التي حصلت،
حلوا الجيش، حلوا المؤسسات، حلوا كل دوائر دوا، تركوا يعني تركوا كل شيء يعبث بكل شيء، من اللصوص إلى السراق الكبار، من اللصوص الصغار إلى السراق الكبار، إلى العابثين بأمن الناس، بكل هذا. كانت الفوضى صناعة، أمريكا كانت تقصد هذه، وجزء من مخططها، جزء من مشروعها أن تخلق فوضى عارمة في العراق، لو كانت تريد مثل ما قالت الديمقراطية، هذه الكذبات الكبيرة، تريد بناء ازدهار، لكانت هي تعرف من البداية أن كل بناء هناك بناء تراكمي. أنت جئت لتغيير نظام، النظام لديه بنى، أنت تستقصد النظام أم تستقصد البنى؟ الذي حدث أنه يعني إذا كنا نتذكر، هم كانوا حتى في 91 عندما تعرض العراق للتدمير، أو في 2003 كانت كل محطات الكهرباء قد ضربت، كل البنى التحتية قد ضربت، كلها دمرت. المطلوب إشاعة الفوضى، ترك الناس بلا محددات، لا قانون يحكمهم ولا ضوابط ممكن أن تحد من تصرفاتهم، هذا هو كان المطلوب. وهذه الفوضى لكي تمرر، يعني بهذه الفوضى تمرر تحت هذه الفقاعة الكبيرة التي اسمها الفوضى، كل السياسات المطلوبة، سياسات التقسيم، سياسات التهشيم، سياسات الطائفية، التهجير، القتل، الإزاحة، كل هذا جرى تحت هذه المظلة. بعد ذلك كانوا يتحدثوا، عندما الناس بدأت تتحدث عن فوضى أمنية وفوضى اقتصادية وفوضى سياسية، قالوا إنها الفوضى البناءة، وتحدثت كونداليزا رايس، نعم، كانت وزيرة الخارجية، عن فوضى البناءة، نعم، أنت تدمر بلد ببنى تحتية، بكل مؤسساته، تزيلها، تسقطها تماماً وتعيد البناء من جديد. هذه فكرة عبثية لا يمكن قبولها. أنت تأتي إلى بلد مؤسس يعني حضارته 7000 و8000 سنة في عمق التاريخ، نعم، على الأقل دولته الحديثة بنيت قبل هذا التاريخ ب80 سنة، بناء تراكمي، هناك بناء تراكم، أنت تزيل كل هذا البناء التراكمي وتقول أنك تستقصد نظام وتقتل البشر وتهجر ناس وتدمر كل بناهم، تدمر كل وسائل حياتهم، تطلق كل يعني كل المحفزات للقتل والذبح والسرقة والنهب والفساد. وكنا نشاهد هذا الموضوع، شاهدنا أشياء يعني غير موجودة بالمجتمع العراقي، لكنها كانت جزء من الفوضى. ومع ذلك كانوا يقولون أن هذه الفوضى ستنتهي عند فترة معينة، لكن نحن نتحدث اليوم بعد أكثر من 15 سنة ونتحدث عن فوضى. المفارقة دكتور أن تقرير أو لجنة بيكر هاملتون حذرت من فوضى عارمة في العراق منذ عام 2006، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد النظر في سياساتها، لأن البلد ذاهب إلى مزيد من الفوضى. بعد هذا التقرير الآن، ربما يعني كنت أحدث أخي الدكتور عبد الحميد قبل أن يبدأ البرنامج، نعم، عن تقرير صدر أخيرا، كانت المخابرات الأمريكية قد كلفت مجموعة بحثية لدراسة وضع العراق الآن أخيرا، نعم، وكتبت بحث كامل عن العراق، وخلاصة هذا البحث أن الفوضى عارمة في العراق بعد، يعني بعد هذه أكثر من 15 سنة. هم نفسهم الذين احتلوا العراق ودمروه يتحدثون عن فوضى عارمة، ويتحدثون عن فوضى في السياسة، ونحن نلاحظ هذا الموضوع. يعني لاحظ، سأعطي نماذج وهي الأساس. ربما يجرون انتخابات، نعم، بعد 6 سنة من عمليات ما سمي بالانتخابات، يجرون انتخابات، أكثر من 80% من الشعب لا يشارك بها، ومن شارك الكمية القليلة اللي شاركوا دخل عليها التزوير بشكل، هم يقولون التزوير الذي حصل غير مسبوق، نعم، وبعد ذلك شكلوا برلمانا بشراء المقاعد، نعم، هم يتحدثون عن هذا الموضوع، وما زالت منذ أكثر من 5 أشهر يريدون تشكيل حكومة، والحكومة خاضعة لمزاجات وتقلبات إرادات خارجية، إرادات خارجية وابتزاز وشراء وبيع وعمليات بيع وشراء، هذه جزء من الفوضى السياسية. في الاقتصاد، بلد الآن دخله يعني واصل من ما جاءه من النفط فقط، واردات النفط، نعم، اقتصاد من 2003 لحد الآن تجاوز 1 تريليون دولار، نعم، لكن بلد من أسوأ بلدان الدنيا،
أسوأ مدينة عاصمتها بالعالم، أسوأ جواز، أسوأ معيشة، كل الدول تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق لأنه العراق غير آمن. أسوأ نظام صحي، أسوأ نظام خدمي، أسوأ نظام تعليمي. طيب هذا فوضى أيضا بالاقتصاد وأنت مديون. نعم. كل هذه الأموال وأنت مديون، سياسات اقتصادية عشوائية، فوضى عشوائية، وهذه كلها وأمنيا هكذا، وسأقول في الأمنية حتى في وزارة الدفاع، أنت لديك حتى في الرتب، نحن دخلنا حروب، العراق دخل حروب، الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات قاتل جيش، لم يكن عندنا أكثر من 3 أو 4 من يحملون رتبة فريق، الآن لدينا 95 شخص يحملون رتبة فريق، وليس في العراق أمن، وليس في العراق أمن. نعم. هذه جزء منها. نعم. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني، هذه الفوضى العارمة الكبيرة في كل مفاصل العراق الجديد فعلا هي وليدة لحظة الغزو الأمريكي وما استتبعه من عملية تدمير ممنهج لمفاصل الحياة المدنية أو العسكرية، حل الجيش وما إلى ذلك، أم أن القضية هذه الفوضى العارمة التسونامي كان لها جذور؟ هناك من يتحدث أنه هناك أيضا فوضى كانت لكن ليست بهذه الطريقة قبل 2003 تتعلق بالحصار وتداعياته، الإشكاليات السياسية متعلقة بالنظام السياسي وما إلى ذلك، فعلا هذه الفوضى وليدة لحظة الغزو فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هي هذا اللعم، قد يقال أنه ما سبق الاحتلال كان يريد منه الأمريكان، يعني الحصار، خاصة مدة الحصار الاقتصادي كانت ممهدة لهذا الأمر، يعني كان يقصد الاحتلال الأمريكي من تلك الحقبة أنه يمهد لصناعة أشخاص يتمردون على النظام، على الدولة، ويتهيئون لأنه يكونون متلقين ومستقبلين لهذه الحقبة الجديدة وهي الشراء، شراء الذمم. وهذا ما حصل، يعني هذه المدة الماضية أفرزت عدد من الناس لديهم الاستعداد لأن يكونوا أداة من أدوات الاحتلال لتنفيذ مشروعه. المشروع الأمريكي جاء بالفوضى، يعني كان مريدا وقاصدا لهذه الفوضى وجاء بهذه الأدوات من الخارج ومن الداخل، استعان بهم سياسيين وأدوات أخرى مساندة لهم لتنفيذ هذه الفوضى. فالفوضى هي إذن مقصودة منه لتهيئة أرض جديدة، لأنه كما نعلم وهو معلن أنه قال أنه يريد مشروع جديد، عراق جديد. نعم. العراق الجديد، المشروع الجديد يريد أن يبنيه على أرض جديدة، فكان لابد له أنه يمهد هذه الأرض بصناعة هذه الزعزعة اجتماعية، فوضى أمنية، فوضى سياسية، اقتصادية، إلى ذلك غير ذلك، حتى يسهل عليه السيطرة عليها وتفكيك هذا المجتمع، إشغاله بالمشاكل الداخلية وثم المشاكل الخارجية، يتهيأ له كل ذلك لتكون فرصة سانحة للسيطرة عليه ولتأسيس مرحلة جديدة يفرضها كما يريد. وهذا ما رأيناه، مثلها مثل كمن يأتي إلى قرية أو بيوت قديمة فيريد أن يؤسس عليها مشروعا جديدا كما يقال. نعم. طبعا مع فارق التشبيه هنا، فهنا هم هذا فعلا ما فعلوه، أنه جاءوا إلى العراق بكل ما فيه من مؤسسات سابقة وخبرات سابقة، فأحدثوا فيها عمدا هذه الفوضى، وحتى يكون لهم ما يؤسس من مرحلة لاحقة. وفعلا اليوم نحن نرى بعد الغزو، قصدك بعد 2003، كله بعد الاحتلال، بعد الاحتلال، بعد الغزو، وهذا اليوم المشروع الأمريكي الذي تخادم مع المشروع الإيراني هنا، ما نجاحه، ما فرصة نجاحه؟ فرصة نجاحه الوحيدة أنه الشعب العراقي بات اليوم منشغلا بهذه المآسي اليومية، وربما بعض الشعب اليوم بدأ ينتبه أنه هذه المشاكل الحاجية هي ليست حقيقية، وإنما هي جزء وأثر من آثار هذه الفوضى العارمة التي لا بد من التخلص منها. نتحدث في سياق الحلقة عن التداعيات والآثار السلبية لاستمرار هذه الفوضى وبقائها بهذه الكيفية التي عليها الآن. دكتور قحطان الخفاجي في بغداد، مساء الخير دكتور. مساء الخيرات وحياك الله أخي العزيز. أهلا وسهلا. أشار الدكتور رافع إلى فكرة أو مفهوم الفوضى الخلاقة التي طرحتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونديليزا رايس في المنطقة. هل فعلا هاي الفوضى الموجودة في العراق هي واحدة من تجليات هذه الفوضى الخلاقة التي بشرت بها كونديليزا رايس قبل يمكن 15 سنة؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا
ضيوف الافاضل والمشاهدين الكرام. اهلا دكتور. بالتاكيد هي حاله متسقه بشكل باخر مع ما ذهبت اليه امريكا، وانا اشد على ما قاله الزملاء قبل لحظات ووافقهم ما ذهبوا اليه. نعم. فهي فوضى لابد ان تحدث لان لسببين اساسيين. اولا امريكا مدركه ان لا جهه حقيقيه فعاله بما يسمى كان حينها المعارضه للنظام السابق مؤهل ان تدير البلد كالعراق. واحد. اثنين، ان امريكا في رغبتها ان تعيد ترتيبه هذا البلد بدءا من القناعات العقائديه الفكريه الشعبيه مرورا بالمؤسسات انتهاءا بدور الدوله في المنطقه وسيما الكيان الصهيوني والصراع القائم معها. لذلك لابد ان تذهب الى ما يسمى بالفوضى الخلاقه لكي تعيد ترتيبات الاوراق وتعيد الارضيه الجديده التي يمكن من خلالها ان تبني ترتيبه اخرى في العراق. فلما حصل الان من فوضى وما حصل الان من اعداد كثر وقيادات متنوعه وقوى مسلحه مختلفه وكل هذا الذي يدور في العراق هو متماشي مع فكره الفوضى الخلاقه، تعتبر ان حاله الاتهان القائمه حاليا وحاله الخطوره قد تفضي الى حاله معينه مستقبله جراء الصراعات البينيه ما بين القوى ذاتها، وبالتالي القوى التي تكون هي في نهايه المطاف فائزه بين قوسين طبعا في صراعها الداخلي، ستكون هناك في نهايه المطاف انتطاء واضح وتوظيف واضح من قبل امريكا لهذه المجموعه. والان اتوقع ان الفوضى وصلت الى نهاياتها، والأزمة القادمة أو المشكلة القادمة أو الصراع القادم الذي بيني ستكون بين القوى الشيعية الشيعية للوصول إلى ترتيب الآخرة التي تتمناها الإدارة الأمريكية. نعم نعم. دكتور رافع، الفوضى في العراق مستويات وتضرب في مفاصل يعني عديدة، ما هو أخطر مستوى لهذه الفوضى العارمة أو الشاملة؟ الأخطر في هذه في مستويات هذه الفوضى الذي ربما يعد هو الأساس المغذي الحبل السري لهذه الفوضى الشاملة، المنطلق لهذه الفوضى أي مستوى هو الأخطر؟ السياسي، الأمني، العسكري، الاجتماعي؟ ربما هذه الفوضى يعني بهذه المسميات، هناك فوضى سياسية، هناك فوضى أمنية، هناك فوضى اقتصادية، كلها تضرب وصولا، وكان هذا الضغط وصولا إلى الفوضى المجتمعية. وأعتقد أنه بعد 15 سنة قد حققوا جزءا كبيرا من هذا، هناك فوضى مجتمعية الحقيقة. عندما تكون هناك تكوينات معينة تتحدث مثل ما يتحدث الدستور، هناك مكونات وليس مواطنة وليس مواطن وليس عراقي، الكل يتحدث بمكونات الطائفية والقومية العرقية، ولكل من هذه أهدافه ورؤاه وتطلعاته وحتى مطالبه. أأتي على الأخوة الأكراد، هناك فوضى عارمة داخل ما يسمى البيت الكردي، هناك صراعات عشائرية للزعامات. نعم. هناك فوضى في الصراعات العشائرية للزعامات بين أحزاب، وهي تنتمي إلى عشائر، تتسلح بالعشائر، تتكي على العشائر وتتكي على قوى خارجية البعض منها لفرض إراداتها كزعامة، وبالتالي لفرض ما يتحدثون عنه عن الاستقلال. تأتي إلى الشيعة، إذا أردنا أن نتحدث ما يتحدث به الدستور، نعم، ما يتحدث به العملية السياسية، الشيعة وسنة وأكراد وعرب، بهذا ولا يتحدثون عن عرب، يتحدثون عن الشيعة وسنة، نعم، وأكراد ومسيحيين وقليات. هذا الموضوع عندما تأتي إلى الشيعة ستجد أن الصراعات شديدة جدا جدا، أيضا هناك ميليشيات وهناك قوى متحكمة وهناك صراعات على النفوذ والمساحات والمكتسبات. ستؤدي هذه بالنتيجة شاء أو أم أبوا، ستؤدي وقريبا إلى الاصطدام، حتى لو كان يعني المانع الآن إيران ضابط لهذه الصراعات، لكن هذا الضابط سيصلون إلى مستوى معين، إلى ما يسمى يعني خط معين، ستفقد القدرة على التأثير. الآن الآن تحدث بين الفينة والأخرى، ولعل اغتيال قيادي من التيار الصدري هذا جزء منها. نعم. هذا جزء منها.
حتى في التظاهرات، يعني عندما خرجت هذه التظاهرات الأخيرة في البصرة لم يخرج السنة، وسأتحدث عن السنة أيضا، لم يخرج السنة، والسنة لديهم مدن مهدمة، مهجرين، 4 ملايين مهجر، 5 ملايين مهجر بالخارج، لديهم معتقلين، لديه هذا الخراب، وكان هذه الجزء من عنده. وعذرا للتحدث بهذه الألفاظ، أنا أتحدث من منطلق هذا الإطار يتحدثون به، العملية السياسية، وهذا هو الـ هو الـ هو الإطار القاتل في العراق. لم يخرج السنة ولم يخرج الكرد، لديهم إذا خرجوا مظاهرات لديهم الاستقلال، والحديث عن الاستقلال ربما كانت الدولة تريد هذا، الحكومة تريد أن يخرجوا ذا هؤلاء لكي تواجههم وتقول هؤلاء يريدون الاستقلال عن العراق وفصل العراق، ويواجهونهم ويتهمونهم بشتى الاتهامات. وإذا ما خرج السنة سيقولون إرهابيين وسيقولون كذا وكذا، وقالوها قبل ذلك. لكن عندما يخرج الشيعة في الجنوب واللي هي الأحزاب تدعي أنها خرجت منهم وهم حاضنتها، هنا الكارثة. إذن هناك خلل وفوضى داخل هذا الإطار، وهم أيضا خلل صراع كلش كبير جدا للزعامات للمرجعيات. وفي السنة هناك أيضا صراع أوصلونا لهذا، هذه الضغوطات هاي كلها، كل هذه الفوضى أوصلت إلى هذا، أوصلت السنة إلى صراعات على الزعامات. نعم. هذا الـ هذا الـ هذا الجزء يقول نحن من نمثل السنة. نعم. هناك جزء سياسي يقول نحن من نمثل السنة، هناك جزء يقول ديني أنا من أمثل السنة، أنا من أفتي للسنة، أنا من... وبالتالي هناك صراعات لزعامات. والحقيقة أن كل هؤلاء الذين يتحدثون من داخل العملية السياسية وقريب من لا يمثلون أحدا، لا شيعة ولا سنة ولا كرد ولا. ودليل الانتخابات التي جرت المقاطعة 80%. نعم. فبالتالي أنت تتحدث عن مجتمع فيه فوضى عارمة. نعم. أوصلوا لهذه الفوضى، هذه الفوضى لم تأتي اعتباطا، هذه فوضى اجتماعية جاءت من فوضى أمنية ومن تمييز وإبعاد وتهجير وقتل هذه كل جزء من عنده، توظيف عمليات توظيف ودفع وإزاحة، هذه كلها أدت إلى خلق حالة. وبالتالي هناك مكتسبات، هناك ثروة كبيرة، هناك مساحات كبيرة للسيطرة عليها، أدت أيضا إلى تكتلات معينة والتمسك بهذه التكتلات، مثل ما حدث الأكراد، مثل ما حدث الشيعة، مثل ما حدث وهكذا بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لكل هذه. فبالتالي أنت أوصلت إلى الخطر الكبير، الفوضى المجتمعية، وهذا ما تبغيه، ما يبغيه المشروع الأمريكي، أن يوصلك، أن يوصل العراق للفوضى المجتمعية. وعند الفوضى المجتمعية اللي فيها انفلات في كل شيء، قانون غير موجود، أنت نعم. في الدولة في الأمنيات أنت تقتل، وميليشيات تتحرك وتعتقل، ولديها سجون غير السجون الحكومية، وسلاح منفلت بيد العشائر، وسلاح في كل مكان، هذا جزء من الانفلات، وهذا نعم. لا قانون يحده. وبالتالي أنت تتحدث عن واقع اقتصادي به فوضى، الأموال تذهب وتأتي، لا أحد يعرف كيف يحاسب عليها. لحد الآن بعد 15 سنة موازنة عام 2007 قبل سنة يلا ناقشوها وصادقوا عليها، لاحظ كمية. وبالسياسة تحدثنا عنه. فبالتالي أنت لديك مجاميع كبيرة من فوضات متحدة لتكون الفوضى المجتمعية والضغط الآن على المجتمع. المفارقة أن شركاء العملية السياسية جميعا يقرون بهذه الفوضى، نعم هناك فوضى، لكنهم ينحون باللائمة على شركائهم أنهم هم المسؤولون عن هذه الفوضى وعن استمرارها. سنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار التي تبحث في الفوضى العارمة والشاملة في العراق. ابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الفوضى العارمة والشاملة في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني، معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. دكتور عبد الحميد العاني، كما يعني ذكر قبل الفاصل أن هذه الفوضى غير منكرة من قبل شركاء العملية السياسية، يتحدثون عن فوضى شاملة، حتى الأمريكيين وحتى الإيرانيين يتحدثون عن فوضى شاملة وعارمة في العراق، لكن الكل يحاول أن يبرئ نفسه من هذه التهمة، من المسؤولية عن هذه الفوضى لا علاقة له، بل أنه يحاول أن يتصدى لها، يكبح جماحها، يوقفها. من المسؤول إذن؟ إذا الكل يعلن البراءة من هذه الفوضى، من المسؤول عن هذه الفوضى؟ من المسؤول عن إدامتها؟ من المسؤول عن تضخمها؟ نعم، بسم الله. بداية نستشهد هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هنا ذكرنا نحن سابقا أكثر من مرة أن هنالك تبادلا للمصالح بين أصحاب المشروع وبين الأدوات. الأدوات أعني بها الشركاء في هذه العملية السياسية الذين ينفذون هذا، كلاهما مسؤول عن هذه الفوضى، لأنه أصحاب المشروع يريد هذه الفوضى، والأدوات هذه هي كان همها تنفيذ مصالحها الخاصة وحماية هذا المشروع وإدامته، ولذلك كان نتيجة أثر كأثر من آثار عملهم اللامسؤول وبدون خبرة ولنهبهم وفسادهم وغيره، كانت نتيجة منها هذه الفوضى، لأنه العملية السياسية كما أشار إلى ذلك الدكتور هي المظلة لهذه الفوضى التي تحدث اليوم، سواء كانت أمنية أو مجتمعية أو غير ذلك. لذا كل هؤلاء هم المسؤولون عن هذه الفوضى، وهم أيضا يعني العملية السياسية هي من أنتجت هذه الفوضى، منتج العملية السياسية هذه الفوضى، هذا الكل يدركه. وكما أشرت أنت قبل قليل أيضا في سؤالك أنه أصحاب العملية السياسية هم يعترفون بأن هنالك فوضى ويلقون باللائمة على بعضهم البعض. وهنا أيضا أذكر بما ذكرته سابقا أن قولهم هذا واعترافاتهم هذه هي ليست الغاية منها تصحيح الخطأ أو الاعتراف للابتعاد عنه، وإنما هي فقط تأتي في إطار التسقيط السياسي فيما بينهم وفي إطار المشاكسات السياسية لأجل الحصة أو ما يجنونه من حصص. يعني ليس هذا تشخيصا قبل المعالجة دكتور؟ هي تشخيص، لكن له لا يقصدون منها المعالجة، وإنما يقصدون بها تسقيط الآخر لجني أرباح على حساب بينهم. يعني هي مشاكسات فيما بين الشركاء أنفسهم. لذا هؤلاء جميعا هم شركاء عن إدامة هذه الفوضى واستمرارها، لأن لا وجود لهؤلاء جميعا في ظل استقرار أمني، لا وجود لهؤلاء جميعا في ظل مشروع وطني مستقر يقوم على العدل وعلى النزاهة وغيرها. وهنا أيضا لا نبرئ الشعب الذي قد يعطي هذه العملية أو من يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، لا نبرئه من إدامة هذه الفوضى، وإنه لأن بسكوته بمشاركته برضاه بالفتوى ربما الدينية الذي يقول انتخبوهم على سقاطاتهم، كما عبر كثير منهم، حينما يدخل المواطن أو الشخصيات العشائرية الدينية الأكاديمية السياسية، حينما تدخل في هذا الإطار في هذا القالب اللي هي العملية السياسية والرضا بأن يلعبوا في هذه القوانين الموجودة الآن، فإنه يديم هذه العملية السياسية مهما كانت، بغض النظر عما يدعيه من مبررات، لأنه مشاركة هذه هي لها دور وجزء من هذه إدامة الفوضى. وهو أيضا بالمناسبة هذا الشعب المسكين الذي ربما يعتقد أنه يريد يمشي حاله كما يقال، هو أيضا يجني أكثر مما يعني يجني من الآثار السلبية أكثر مما يجنيه من الخيرات، كما يدعي ربما يمشي الحالة أو لقمة العيش. نعم دكتور قحطان الخفاجي، هل تعتقد أن هذه الفوضى الشاملة والعارمة والمتضخمة في العراق حاجة وضرورة سياسية لشركاء العملية السياسية للاحتلال الأمريكي أو الإيراني كما يذهب ضيفاء الاستوديو هنا، أم أن هذه القضية الحقيقة خرجت عن السيطرة تماما، لم يعد بالإمكان أن تعالج، لم يعد ممكنا حتى كبح جماحها، لأنها فوضى عارمة وشاملة وتضرب أطنابها في كل مفاصل الدولة العراقية، القضية خرجت من اليدين؟ عزيزي أنا شاطر بالتأكيد ما ذهب إلى الزملاء أن هذه فوضى عارمة وما نتج عنها من فوضى مستمرة مجتمعية وشباب،
بالتأكيد هي حاجة ضرورية لكل من القوى المحتلة سواء كانت أمريكا أو إيران أو حتى الصهيونية بالتأكيد اللي يقف خلف الاحتلال، وكذلك القوى السياسية الفاعلة. ولكن في رأيي المتواضع أن في متغيرات فاعلة في العمل في الوضع العراقي يكون بصورتين أو بجهتين. الجهة الأولى هي القوى الخارجية أمريكا إيران، والجهة الثانية هي الأدوات التي تستعملها إيران وأمريكا وهي القوى السياسية المشكلة للعملية السياسية. لا يمكن أن نسقط حالة التنافس بين أمريكا وبين إيران، بمعنى إيران وإن كان متفقة بآخر في كثير من الأمور وفي كثير من المهام ولا تقاطع حقيقي بين أمريكا وبين إيران، ولكن هناك ثم التنافس ما بين الطرفين إلى حد هو حالة التنافس الذي يحقق العلاقات الدولية مثلا فرنسا وألمانيا، ألمانيا وروسيا وغيرها من الدول. الآن في رأيي أن الأمور قد انفلتت إلى حد معين كبير من إدارة الحاكمة أو الحاسمة لكل من إيران ومن أمريكا. أمريكا الآن لم تستطيع أن تحسم الأمر نهائياً إلى حالها للحظة الحالية، وليس بالضرورة إلى ما إمكانية توظيف المتغيرات الحالية. كذلك إيران غير حاسمة الآن للحظة الحالية. إيران تمتلك قوة ضاربة داخل العراق، هي متمردة إلى حد كبير عن الدولة وعصمها ميليشيات أو الوصائل المسلحة. أمريكا لها عندها قوة مريدة في الساحة العراقية لصالحها، ولكن سيدي هذه المجموعة لا يمكن أن لهم القدرة على حسم الوضع. وبدليل على ذلك الواضح الصريح أن حتى في خلاف الشيعي الشيعي الذي الآن هو في أوج ما وصل إليه، بحيث الكتلتين الكبريتين الشيعيتين مختلفين على وزير داخلية ووزير داخلية من صناعتهما معا، لكن الخلاف الأمريكي داخل الساعة. إذن هذا الفوضى الآن في رأي شخصي ما عرف الآن متحكم فيه التحكم نهائي إيران ولا أمريكا. لذلك أقول وأكرر أيضا إذا سمحت دكتور، أيضا هذه الفوضى حاجة أمريكية وإيرانية أيضا. بالتأكيد خلينا أوصل كلمة الآن الصراع بين الطرفين التنافس وصل إلى هدف صفرية. الأيام القادمة في رأيي ستكون حاسمة لأن تكون القوة على في العراق أما إيرانية الهواء أو أمريكية الهواء حسب قدر الطرفين تنافسهم الداخل من الصراع النتيجة. ولكن تبقى هذه القوة فعالة أيضا حتى التي تخسر تتسعى إلى إحداث فوضى. لذلك نسمع الآن من جميع الفرقاء المتقاعدين إذا لم نصل نتيجة معينة ستكون فوضى، ستكون تداعيات مجتمعية، ستكون كذا. المختصمين فيما بينهم خاسرون يدعون. إذن الفوضى تبقى هي الفيصل، ولكن الأمر الحالي الآن الفوضى لا تبدو مهيمن عليها هيمنة كان من قبل أمريكا أو إيران على عجز واضح، ولكن تبادل أدوار وتنافس وشد وجد. لذلك الفوضى ستبقى، والفوضى الآن إلى حد معين ليس مسيطر عليها، ولكن في دقائق أمورها الداخلية غير الظاهرية مسيطر عليها، بمعنى أن ممكن أن تدار معركة شيعية شيعية بإدارة إيرانية أمريكية. إذن الفوضى ستبقى في نفس الموقف، وتبقى الأمور الفاعلة فيها هي القوى الفاعلة متقاطعة في الداخل، وتبقى أمريكا وإيران تعتمد على الفوضى وعدم الاستقرار في العراق سبيل على كف تكبير لإنهاء الدور الفاعل الاقتصادي والقيمي والحقائق للعراق في المنطقة. نعم دكتور، إذا ما وصلت الأمور إلى نقطة حرجة وأن هذه الفوضى العارمة، والآن في العراق فوضى يعني عارمة، وحتى الوضع ربما غير مسيطر عليه الآن، تظاهرات في البصرة يعني خفتت الآن عادت، هناك مقاطعة شعبية، هناك بون شاسع يعني الهوة تتسع بين قوى العملية السياسية والشارع والمجتمع، إذا ما وصلت الأمور إلى نقطة حرجة قد تنسف هذا المشروع من أساسه، تقوضه من أساسه، تحرقه، هل تتوقع أن شركاء أو قوى العملية السياسية ورعاة هذا الاحتلال قد يعيدون النظر في الوضع في العراق باتجاه على الأقل مو إنهاء هذه الفوضى، التخفيف من غلوائها؟ أنا أرى أن كما قبل قليل تبقى الفوضى تخدم بالتأكيد الاطراف الدولية. العراق ما ذهب إلى من فوضى أخرى أو مآلات غير إيجابية هي لا تضر أمريكا ولا تضر إيران نهائيا،
طالما الحسم لم يحسم العراق أمريكيا أو إيرانية، بمعنى أن استمرار الفوضى هو بحد ذاته غاية. يعني استمرار الفوضى العراق يعني خروج العراق من المعادلات كما قلنا قليل العقائدية والأمنية والقيمية في المنطقة، هذا بحد ذاته هو هدف إيراني وهدف أمريكي. ولكن المشكلة تكمن على الطرفين، أن من الذي سوف يحكم أو يوجه العراق حقيقة؟ هل هو إيران أو مواجهة لأمريكا؟ هنا الخلل. لذلك الفوضى ستكون بالشكل التالي: إذا ما سطرت القوى الإيرانية ستحمل القوى المؤيدة لأمريكا على فوضى، إذا ما سطر الجانب الذي يؤيد أمريكا ستحمل القوى المؤيدة إيران على فوضى، إذا الفوضى ستبقى مستمرة لهذا العدد. متى ينتهي الفوضى في العراق؟ أنا أرى أن الفوضى وترتيبة العراق لا هي شأن عراقي فحسب، ولكن على أن يكون هناك تغيير حقيقي في المجتمع الدولي، في هرمية الدولية، في الترتيبة الإقليمية. وبالتأكيد سيكون الحاصل في ذلك الشيء هو مدى وعي العراق، الوعي الحقيقي للشعب العراقي بعيدا عن المسميات والانتماءات المذهبية الطائفية التي تنخر الآن الشعب العراقي. إذا نحن نقول الطرفان الآن ليسوا حاسمين أمريكا وإيران في إدارة الأزمة وإدارة الفوضى، ولكن يديمونها لأن فيها فائدة، ولكن دون أن يسطر أحدهما على الفوضى بسطرة واضحة كما حصل على سبيل المثال قبل الاستحاب الأمريكي أو بعد الاستحاب الأمريكي. قبل الاستحاب الأمريكي كاملة، بعد الاستحاب الأمريكي كإيران، والآن هناك خلاف وتقاطع فيما بينهم على إمكانية إدارة العراق إدارة إيرانية أو أمريكية. أشكرك شكرا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من بغداد، شكرا جزيلا دكتور. دكتور رافع، يعني هل ثمت مخاطر جدية لهذه الفوضى العارمة، أم أن طول أمدها في العراق 15 سنة ربما خلق للبلد للمجتمع نوع من الحصانة ضد تداعياتها السلبية، وكأن هناك تعايش مع هذه الفوضى وكأنها صارت جزء من هذا المشهد الممتد من عام 2003، جزء وواقع العراق الجديد؟ هي أستاذ ماجد أكيد هي جزء الآن من واقع العراق، هذا يعني لا نختلف عليه بالتأكيد هذا، لكن ربما سأتكلم عن نقطتين وربما ستوضح هذا الموضوع. النقطة الأولى، أستدرك ما تحدثت بي عن الفوضى المجتمعية. نعم. أساساً كانت تهدف من البداية إلى فوضى في الهوية، في الانتماء. هناك في العراق فوضى في الهوية، ما هي هوية العراق الآن؟ العراقيين ما هي هويتهم الآن؟ هناك ليس هناك هوية جامعة، هناك هويات فرعية صغيرة، هوية قومية، هوية طائفية، هكذا الكل يتحدث هوية مكونات وصلت إلى هوية أشخاص ومكونات صغيرة لا تساوي شيئا. هذه جزء من هذه الفوضى الآن نعاني منها. النقطة الثانية اللي ربما ستجيب عن يعني سؤال حضرتك، هل من تأثير يعني نعم. وين أذاها؟ ما تحدث به أخي الدكتور عبد الحميد، قال لا نبرئ الشعب من إدامة هذه الفوضى، كلام دقيق جدا وعبارة دقيقة جدا، وسأعطي عليها مثالا. ومن هذا المثال سنعرف أنه قيدها يعني الدكتور، لا نبرئه إذا ما ذهب وانتخب واختار، ويعني طبعا نعم. مقيدة حتى نعم. نعم. الشعب يطلع مظاهرات نعم. وآخرها المظاهرات التي تخرج في البصرة، ماذا تنادي؟ نعم. لمن موجه؟ موجه إلى قوى وأحزاب وشخصيات معينة تشتمهم لأنهم مسؤولين عن فوضى، هم يتحدثون عن فوضى نعم. لكن ما لا يقولون العنوان فوضى، يتحدثون مطالبة بوظائف. جزء من هذه الفوضى الاقتصادية والسياسية وعدم وجود وظائف، هناك بطالة. جزء من هذه الفوضى هو وجود تعليم منهار، جزء من هذه الفوضى وجود رعاية صحية غائبة، جزء من هذه الفوضى غياب الخدمات، غياب الحياة الرفاهية، كل هذا جزء من هذه الفوضى. من هو المسؤول؟ يوجهون أصابع الاتهام إلى القوى السياسية والأحزاب. نعم هي مسؤولة، لكن الهدف خطأ. من يسمح لهذه الأحزاب هو الرحم الذي يعني ولدوا منه ويعتاشون عليه، اللي هو العملية السياسية. ما دامت العملية السياسية قد تزيح كل هؤلاء، قد يقدمون صفاً آخر، وهذا ما يحدث اليوم. نعم. يقدمون صفوف للأمام، وجوه جديدة، يقولون إنه هذه وجوه جديدة تكنقراط ومستقلين وما أعرف منه سيقضون على الفوضى ويجيبوا لك
وظائف وكذبة كبيرة هذه، وسيحكمون الاقتصاد بشكل طبيعي بعد خراب مثل ما يقال بعد خراب البصرة. لا يمكن هذا الكلام، كذب، بكذبة كبيرة وبتضليل كبير جدا. يحاولون أن يحقنوا الشعب بمورفين، بترياق مخدر لكي ينام الشعب وينتظر هذه المشاريع يتحدثون عنها، وليس هناك مشاريع. ما دام هذا الرحم موجود سيولد قوى جديدة أخرى بنفس المنهج، بنفس التوجه، بنفس الأفكار، بنفس الفوضى، تعتمد على الفوضى. وتجربة 15 سنة مع 5 انتخابات أو 5 نعم. حكومات، هذا دليل عملي. إذن نعم. الشعب مسؤول نعم. في أن الهدف الذي يحدده خطأ، توجهه خطأ، الإبرة التي توجهه إلى الهدف خاطئة جدا جدا، لأنه ذاهب إلى التفاصيل. ذاهب إلى التفاصيل نعم. أن تذهب إلى الرحم الأساسي والعناوين. أنت نعم. عندما تمنع هذه العملية، هذا الرحم الذي يولد كل هذه القوى وكل هذه الفوضى، ستنهي هذه الفوضى. سنتحدث دكتور عن مسؤولية من مسؤولية من إنهاء هذه الفوضى. نعم، لذلك الفوضى هذه ستدمر وستستمر إن لم نصل إلى هذه النتيجة، إلى هذه القناعة، إلى هذا الهدف. اسمح لي هاي نتحدث عنها دكتور نعم. عبد الحميد العاني، المفارقة أن شركاء العملية السياسية في الوقت الذي يحذرون من الفوضى العارمة، يدعون إلى إنهاء الفوضى العارمة، تجدهم عند كل مأزق أو مشكلة بسيطة يذهبون إلى التهديد بالفوضى العارمة، بالحرب الأهلية، بالاحتراب الأهلي. وآخر تصريح للمالكي قبل يومين، إما أن تختاروا فالح الفياض للداخلية أو أننا ذاهبون إلى الفوضى العارمة. يعني هو هذه التصريحات، وكأن الشعب العراقي يعيش الآن في ظل أمن وأمان ورخاء. هذه كلها التخويفات هي لإدامة وجودهم وللحفاظ على كراسيهم، ولتخويف الشعب العراقي من هذا المجهول الذي لا يريدون أن يضيعوا به، يعني بسبب أي تغيير هذه المناصب. أنا أقول مرة ثانية أن الشعب العراقي عليه أن يدرك هذه الحقيقة. الشعب العراقي اليوم ربما نستطيع إجمالا أن نقول تحذير لو تهديد، لا هو تهديد والغاية منه هو الخوف على مصالحهم ومناصبهم، لأنه البديل هي ليست فوضى، الآن هي الفوضى. البديل لهذا هو الخير للعراقيين، لأنه البديل عن هذا الموجود اليوم هو مشروع وطني عراقي، والمشروع الوطني العراقي إذا قام فإنه كل الخير إن شاء الله تعالى سيأتي، لأنه الإمكانيات العراقية موجودة، إمكانيات اقتصادية موجودة، وإمكانيات بشرية موجودة. الذي ينقص العراقي اليوم هي إدارة هذه الإمكانيات. موجودة إمكانيات اقتصادية وموجودة إمكانيات بشرية، لكن تنهب بسبب الإدارة التي هي الإطار السياسي والفساد السياسي اليوم. لكن إذا توفر هذه الإدارة، المشروع الوطني الذي يدير هذين العاملين، سيتحقق هنالك الخير والرقاء للشعب العراقي وللمنطقة جميعا. لذا على الشعب العراقي أن يدرك، أن يتجاوز الفئة القليلة التي هي جوجة جزء من الشعب العراقي، منتفع، معتاش على هذه الأزمات، يخدم هذه الطبقة السياسية ويجني من ورائها بعض المناصب. يوجد طبقة أو مجموعة جماعة من الشعب العراقي، عدد كبير جدا ربما، الذي هو لا مبالاة أو الخوف مما لحقه بسبب التدمير وما حدث من مشاكل، لكن الغالبية أو الجماعة الأخرى التي يجب هي التي تسيطر، وهو الوعي، التي بدأ هذا الوعي بالمقاطعة المقصودة، ويجب أن يتنامى هذا الوعي ويحدث تغييرا حقيقيا نحو حياة جديدة إن شاء الله. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كان معنا في هذه الحلقة، مع أيضا أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي عبر الهاتف من بغداد في هذه الحلقة التي ناقشت الفوضى العارمة والشاملة في العراق. نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة ما جرى من النقاش في هذه الحلقة.
دكتور، هذه الفوضى التي تأسست عام 2003 صنعت بفعل الغزو الأمريكي، تواصلت بمستثمرة من قبل شركاء العملية السياسية، كانت يعني ضرورة كما جرى في النقاش للاستمرار بهذا المشروع. إنهاء هذه الفوضى مسؤولية من؟ مسؤولية من صنعها يعني الاحتلال الأمريكي وشركاء العملية السياسية، أم مسؤولية قوى شعبية ووطنية عليها أن تنهي هذه الفوضى لأنها هي المتأثرة بالنهاية بتداعياتها السلبية؟ يعني مثل ما حدث أستاذ ماجد اليوم، مثل ما تحدثنا في هذه الطاولة، وصلنا إلى نتيجة وهي المهمة. يعني ربما كنا نقول أنه يعني هذه لا نمارس جلد الذات، لكن نقول اليوم على الشعب العراقي أن يمارس جلد الذات، أن يجلد ذاته، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنت تطلب الأمان ممن أشاع الفوضى، تطلب الاستقرار ممن أشاع الفوضى، تطلب النزاهة ممن هو متورط بالفساد، تطلب العدالة ممن هو ظالمك، تطلب الاستقلال والحرية من هو فاقد الحرية ومرهون للآخرين وغير مستقل. فبالتالي هؤلاء فاقدين للأشياء، لا يمكن أن يعطوك شيء، فاقد الشيء لا يعطيه. من يستحق أن يأخذ هذه تأخذه أخذا. فلذلك جلد الذات، هذه الفوضى العارمة هي سبب كل هذا الخراب، وكل مخرجاتها من عملية سياسية وترتيباتها هي أساس كل هذه الفوضى. القوى الخارجية نعم مؤثرة على وجود العراق، لكن عندما يتحرك الشعب ستنصاع القوى الخارجية لإرادة هذا الشعب. نبقى نقول إنه موضوع العراق لديه يعني حلولة موجودة بالخارج إقليميا ودوليا، نعم هذا صحيح، لكن عندما يتحرك الشعب، لأنه هذه القوى لن تقدم حلا للعراق، بالعكس هي تريد العراق، تريد لهذه الفوضى أن تتفاقم أكثر وأكثر، لأن فيها حياتهم وفيها انتهاء للعراق وهو هذا المشروع. فلذلك يجب أن ينهي الشعب، هو الذي الموكل إليه مهمة إنهاء هذه الفوضى بتحديد هدفه بدقة والوصول إلى هدف بكل الوسائل. المسؤول عن هذه الفوضى، الهدف نعم. المسؤول عن هذه الفوضى. أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا.